يضرب فيه خرج يقول احنا في الدار. طيب بس يلقوا رجل عودوا ان شاء الله. انا اخوان عندي 22 عام في الجزائر ولاول مره نوصل هذا المكان. السلام عليكم اخوتي كامل، صباح الخير او مساء الخير عليكم اينما كنتم. سيف الدين وابراهيم الجيريا رايدرز، نحييكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله رانا رايحين وين ابراهيم؟ تكجدة. رايحين لتكجدة، رانا نستنى وفي احمد يجي معنا. نقتل عددين المتاخر اوج احمد اونفا صباح بس وراك رايح حق اللي بساجع بوس خفيف الطرية بوس خفيف الطرية كاين برودة الحمد لله. أنا بدي سؤال إبراهيم كان مخرج نسول ولا بس راح تفطر ما تستهوى إبراهيم لا لا قاعد الله 61 كيلومتر على تجدة إن شاء الله. روحوا نتلقوا تما خوتي ديروا كوراج هيا هذا الفيديو فيه خروج يقول احنا في الدار. طيب بس ديروا كوراج ديروا كوراج العودوها ان شاء الله. يا لطيف والله ما شفته كما كنت نحكي لكم. انا عندي 22 عام في الجزائر ولله الحمد مشيت فيها وحوست فيها من شرق للغرب والجنوب، يعني الشرق وصلت تبسة الغرب حتى المغنية الجنوب حاسي مسعود هو الحتاي. ولكن هذه المنطقة أول مرة نجيها، يعني على بالي باللي مكان شباب ولكن أول مرة نزوره. اليوم خرجت مع احمد وابراهيم، كان المفروض يجي محمد ولكن يشكي من ظهره. قلت لكم الزد ميل التعب. اكي مولود شحال عندنا احنا نقولون خرجوا لتكزدة، خرجوا بالجمعة. اكي يقول لك رجع لكم لا ريبونس، من بعد يقول لك اني خدام. نخرجوا السبت اكي يرمي لنا الماء، مولود يضرب النح. انا جيت وحدي مع بالي اكي ما يحبش يجي معايا باسكو عنده تي اركا تاعو خردة. زعما توصل لهنا اكي توصلك، كان واحد 200 كيلومتر يعني من سيبا الى تمشي. فإلا ما توصلكش اخويا اكي هاني نجيب لك البي ام اس تاع اخويا احمد، هاني 125 توصلك نورمال. ابراهيم كيفاش البينيلي؟ خير من الكيواي؟ هي نورمال اسلام ياخذ الكيواي. ابراهيم تاع ختاير الكيواي. ان شاء الله ان شاء الله اجيب لك جيب بينيلي كيما هادي مليحه. سلام روعه.
تودوا بالجيب. مالك واسعة هاي. فرصك تتعلم الفيراجات يا ابراهيم. تعلم ايه. حبيبي براوم شفت اه بس صح ملاحظ بس صح مش شايفك 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 بس مش طلعش بالصورة معي انك واقف فوق الموطو تعال تجاوز وشو بين اه ابراهيم لازم تشريها هذه الموطو ان شاء الله لازم تشريها آه ما شاء الله الله يبارك الله يحميك هاي اسمع لك الكلام طيب ومن الاشياء المهمه كي تكون تمشي في طريق كما هذه فيها الفيراج فيها المنعرجات فيها لفات فيها كيرفات كثير اهم شيء انك تشوف البعيد ابعد نقطه ممكن تشوفها غالبا اللي يكون يبدا يسوق دراج جديد يكون يشوف قدامه برك هنا ما يقدرش يقيم حده الفيراج الفيراج مزير الفيراج كبير كيرف مسكر ما يقدرش يقيمهم طيب يكون يمشي ومرتبك لما تشوفنا بعيد انت شايف المنعطف اللي انت فيه واللي بعده وهذا الشيء يساعدك حتى تقيم السرعة البريك وزاوية الميلان روعة وبارد فتيت مفروض ما نسيناه ما هو الواحد شيخ مع هذول الفيراجات ثلج انا احبس البس شفته
لا حديد في طاب. مسجد الموطف. مسجد الموطف في طاب منها. في طاب من الموطف. صف على يمين صف على. هاي السلسلة. إيش؟ لا يا زلمة. فرة الجنزير. اروح اشوف ابيك وينها. بينت اثنين. يا اخوان المشكل هذا بينيو اسمه بينيو مسنن هذا قطار البلاستيك. الحمد لله اللي لقيناه طاح في الشارع هناك حوصنا عليه صراحه. في هون هذه القطعه المفروض يكون لها مسننات مش عارف اسمهم يشدوا البينيو بس ما يخرج بابه. ولكن احمد الميكانيكي الخطير عند الحيلة ان شاء الله هيزبطهم صار كيف يبركوا ليها وان شاء الله تكون خاتمة الاحزان ان شاء الله تكون نجحة. صح يا ابو حميد سلمك جرب جاي ابراهيم الحيلة حتى خارج شبيبة جاءوا عاونونا انفرانا عندوني كان 150 سي سي. هذا احسن ليش في اي مشكلة بتواجهك في الطريق تسيب 1000 واحد يجي يعاونك وفي مكان مثل هذا تخرب الدراجة فيك معلش سبحان الله جنة الله على الارض. الحمد لله يعني الدراجة تاع احمد الفي ام اس مايتها ماشي لحد لغاية الان وان شاء الله توصلنا للدار. عندنا 230 كيلومتر نمشو ان شاء الله توصلنا بدون مشاكل. والحمد لله رب العالمين كملنا الجولة تاعنا في تكجدة. صراحة ندمان اني ما زرتهاش من قبل يعني مكان رائع رائع. اي واحد يحب يجي اي واحد يحب السياحة في الجزائر انا انصحه بتكجدة. مكان مشروع متنوع طبيعة روعة وكان خدمات كان اوتيل ورخيص يعني انا سألت حبيت اجي مع العائلة ان شاء الله سألت سويت تقريبا 5000 دينار 500000 باطل. فيا اخوان ناهيكم انه الطريق بحد ذاتها روعة يعني واحد يحب دراجات يحب الكيربز يحب الإبراج هذه طريقة زاهي ومش بعيد
والمكان مش بعيد، يعني تحكي تقريبا 3 ساعات طريق من لما طلعنا. وطبعا توقفنا في الطريق كذا مرة، مكان يستحق الزيارة. يا اخوتي شكرا لكم، بارك الله فيكم، نراكم في فلوق اخر. وسيف الدين اوت.